اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى تجربه جديده من كوزموس اللي هي التجربه العاب الميه. هنعمل نقطه تجربه سهله جدا. كل حاجه اللي احنا هنحتاجها هنحتاج كوبايه وهنحتاج الحلزونه اللي هي البلاستيك الصغنونه الملونه دي رفيعه جدا، وهنحتاج الطبق النظيف الشفاف ده صغير، وكوبايه الفظيعه دي، ودي زي معلقه كده بنقلب بيها وبنشفط بيها اللي هي اللي اسمها هي بتشفط يعني بتنقط لي نقط الاختبار. اوكي، بعدين بصوا دي الصور بقى بتاعت التجربة. اول حاجة هنملى الطبق الصغير ده بنحط فيه مية نظيفة، بعد كده نحط الحلزونة في عليها، بعدين رقم ثلاثة بصوا اول حاجة جبنا الطبق بتاعي الصغير ده وحطينا عليه الحلزونة. اوكي، حلزونة يا اما الحلزونة، حطينا عليه الحلزونة كده في النص. اوكي اهو اديني بحطها، حطيتها. بصوا شكلها حلو ازاي، حطيناها على سطح المية عامت الحمد لله عليه. تاني حاجة هنجيب بقى الكوباية بتاعتي الصغيرة دي ونحط فيها شوية مية وعليها شوية صابون ونقلبهم كويس. اهي دي الكوباية بتاعتي الصغيرة، جبتها وحطيت عليها شوية مية وشوية صابون لونه بامبا وهقلبه كويس. بعدين هاخد منها نقطتين، بصوا هقلبها كويس كده عشان اتأكد ان الصابون ده بكله جوه. بعدين هاخد منها نقطتين او خمس نقط كده. اوكي، هندوس على البتاع فطلع لي كل النقط اللي موجودة جوه. وبعدين ايه، اهو ما خدناهم. بعدين جاي مكتوب ان احنا ننقط النقط دي على حلزونة البلاستيك اللي محطوطة في الكوباية. يا ترى ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل؟ بصوا ايه ده، الله، شفتوا لفت ازاي؟ دي شكلها حلو جدا، حلوه قوي التجربه السهله دي. كل اللي احنا عملناه ان احنا نقطنا الميه على الحلزونه ورحت قعدت تلف. فكركم ليه بقى، فكركم ليه؟ انا هشرح لكم دلوقتي السبب. احنا لما لفينا الميه ودوبناها ايه اللي حصل؟ حطينا فيها حركه فسخنت فبقت اسخن شويه، فلما جينا نقط الميه بقى تاني على الميه اللي هي ساقعه اللي هي واقفه في اختلاف في درجات الحراره، فالاختلاف في درجات الحراره ده كسر لي الموليكولز اللي جوه، فخلالي ده ولد لي حركه فاضطرت ان الحلزونه ان هي تلف، عشان الحلزونه حساسه قوي للطاقه اللي موجوده في في الميه. هشرح لكم تاني، عشان لما احنا قلبنا الميه الصغيره اللي فكرنا في الكوبايه اللي حصل، الميه دي سخنت عشان عملنا حركه. لما حطينا المية الاسخن على المية الساقعة ده ولت لي حركة علشان كسرت الجزيئات اللي جوه المية الصغيرة اللي هي المية الساقعة يعني اللي هي واقفة اصلا. دي كانت تجربة سهلة جدا وانبسطت بيها قوي. في سؤال حابب تقولي في الكومنتات ايه رايكم في التجربة الفظيعة دي اللي احنا ممكن نعملها في البيت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وهستنى بقى الكومنتات بتاعتكم. طبعاً بقى عشان نجيب لكم تجارب كتير قوي من كوزموس، وكمان مسيبوش اصحابي تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.